أول فتنة عايشتها من أواخر السبعينيات إلى الآن لم تنقطع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر فتنة الخوارج ماذا قال؟ كلما ظهر قرن قطع، فلا بد أن يستمر ظهور الخوارج. فأنا أذكر في أواخر السبعينات، ممكن 79-80، كان أول احتكاك لي مع جماعة التكفير. طبعا عندما أقول جماعة التكفير في ذلك الحين هي جماعة التكفير الأصلية، يعني الأوريجينال، ليس التقليد كحال وأحوال وأوحال الجدد هؤلاء المصرية، وهم أتباع شكري مصطفى الجماعة المصرية. وأنا أدركت بعض تلاميذه، لأن هو أظن أعدم في 76، ف78-79 أنا أدركت بعض تلاميذه هنا في عمان، وفي مصر في 87 التقيت تلاميذ آخرين له. فلا تزال فتنة التكفير مستمرة، لكن بين مد وجزر، بين ضغط وخفة، وهكذا. والحمد لله الذي وفق شيخنا الشيخ الألباني منذ أواسط السبعينات، 75، أن يناقش جماعة شكر مصطفى في حياة شكر مصطفى. لكن شكر مصطفى لم يجئ الأردن، إنما يعني صدر أفكاره. فالشيخ الألباني رحمه الله في مناظرة شهيرة أنا لم أدركها في الحقيقة، لكن أدركت من عاشها وحدثني بها الذين عايشوها وكانوا طرفا فيها من عدة جهات وجوانب. استمرت المناظرة 3 أيام بلياليها تقريبا، وكانت المناظرة بطلب من نفس الشباب هؤلاء التكفيريين، وكانوا منشقين عن جماعة الإخوان، طمعوا بالشيخ الألباني، قالوا إذا استطعنا أن نقنعه يكون هذا لنا يعني حظوة وثروة وثورة. لكن يشاء الله سبحانه لهم أن يجلسوا مع الشيخ ويأبون أن يأمهم الشيخ في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، يصلوا العشاء ويصلوا الفجر هم يأمون الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يقول أنتم تكفروني لكن أنا لا أكفركم، أنتم لا تريدون الصلاة خلفي وأنا أصلي خلفكم. إلى أن جاء اليوم الثالث فاستسلم القوم، فقالوا له صلي بنا. فهذا دليل أنهم شهدوا له بالإسلام ولأنفسهم بالاستسلام. ومن العجائب والعجائب جمة كما يقال، أن نفرا منهم أصر واستكبر واتهم جماعته وهم أعلم منه وأكثر منه، أنتم متخاذلون، أين الولاء والبراء، أين التوحيد، أين الدين، هؤلاء الكفار، هذا الشيخ الكافر، هؤلاء، هذا المجتمع. فهو الوحيد الذي بقي مصرا على التكفير، والآن هو شيوعي مرتد لا يؤمن بالله ربا، الله أكبر، ولا يزال حيا إلى هذه الساعة. لا، نسأل الله سبحانه في علاء الثبات وحسن الختام والوفاء على الإيمان بمن الله وكرم. هذه واحدة. شيخنا، هل كانت بدعوة ولو أننا أدركنا المنهج الوسط العدل على الحقيقة لما ظهرت هذه الأفكار وهذه الانحرافات؟ لكن للأسف كان هنالك كما قلنا انحراف عن وإلى. تفضل. أليس هذا بالنسبة لشكر هذا؟ أليس الأستاذ والمربي داعه هو سيد قطب؟ هو تتأثر، أنا لا أعلم أنه يعني تتلمذ عند سيد قطب مباشرة، لكن أفكاره كانت من سيد قطب. حتى هذه الجماعة الأردنية أنا عندي أوراقها، صورة عن أوراقها القديمة، أوراقها التي كانت تتداول بعنوان المنهج من الظلال، عندي إلى الآن المنهج، يعني منهج الفكري للجماعة من الظلال.
والله إلى الآن أوراق مصورة من 40 سنة عندي إلى الآن. فالأفكار هذه موجودة يعني. تفضل أبو عبد الرحمن، كان عندك شيء؟ الشيخ كنت أسأل، أنا سمعت أن الدعوة دعوة المناظرة، أو طلب الإخوان من شيخنا أن يناظر هؤلاء شيخنا أنهم انشقوا. أنا لا أعلم هذا، أنا الذي أعلم أن الشباب هؤلاء هم الذين يعني حرصوا على ذلك.